بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بالقسم الثالث من أقسام هذا الكتاب المبارك، الصلاة. نعم، أهون دم من جمرة وصفتن يوم كفل يا صلاة كفلنا ويا من جمرة. نعم، الصلاة لها شروط تتقدم عليها، يعني قبل الدخول في الصلاة لابد أن تأتي بشروط الصلاة. نعم، صلاة مسفرت اللات مسفرت مالات كصلاة بستفيت يمكن أول نجوش مالات. الأركان داخل الصلاة فرد اللي بالو كصلاة وسط عبرو يمكن أول، والشروط خارج الصلاة مسفرت اللي بالو كصلاة قدم هنيتا يمدرق. ما هي شروط الصلاة؟ يا صلاة كم شروط الصلاة؟ إنما ناتشو سنتناتشو. نعم، تسعة. يقول تسعة ذات أين أتشو يا صلاة مسفرتوش بلو وندما تشني مرسال. هذا علم، هذا اللي يقوله شروط الصلاة تسعة، أركان الصلاة 14، هذا علم، ضبط للعلم، لابد طالب العلم يضبط بهذه الطريقة. نعم، يا صلاة مسفرتوش زدين دهانو يا صلاة دمو فردوش أسرار أتراتشو عند تماري النزهين شمد دوميات جيتو. ثم بعد هذا يذكر، يقول الإسلام، العقل، التمييز، هكذا، لكن أولا يقول شروط الصلاة تسعة. نعم، نظر ذات أفلق الله جين بتكلم جمريا شروط الصلاة ذات أين أقولوا لي ناقري كبه. العلماء رحمهم الله، علماء الله إذن لا كرم، تعبوا حتى أوصلوا لنا هذا العلم. لفتوا علم إهنا لن يأدرسوا لنا، قربوا لك العلم، أوقات لن يأقل الأدرجو أقربوا لنا، جمعوا المسائل المتفرقة، يتبتعتنا المسائل لن يأسرسوا لنا، ما بقي عليك إلا تسلك هذا الطريق فقط. إن الصيا قربوا لنا من قال جوتو مقواز بتشانو. المشكلة عندنا أننا لا نسلك إلا من رحم الله. هنيا لبنا شكل يعني من قد قلبنا على مهد الله هزل اللي صفار هنا بستقال. إذن الشروط خارج الماهية، ماهية العباد، والأركان داخل العبادة، داخل الماهية. ما سفرت مالت لما من يوم كعبادة بستفيد قدما ما سفرت اللي درجون شرط نبالو. لا يقبل في ترك الشرط والركن أو الركن جهل ولا نسيان ولا عمد. مسفرت مهنا فرد يتبالو النقر برساكا مهنا أو يتوسل صلاة تقبل. صلى بغير وضوء، لا مسالي على وضوء بسيط. جاهل. جاهل أو جاهل؟ جاهل. صلى بغير وضوء جاهلا ناسيا متعمدا، الصلاة باطلة، لا فرق. ما يمر يا لوضو سجد صلاة، إيه صلاة تقبلت الله.